هاد العين تشوف فيك وهادي تعزك. المحامي ديالك البروسي اون كاساسيون. هاد المرة ما يكونش في باري، راح يكون هنا في الجزائر في المحكمة العسكرية. حبيت نشوفك من قبل لكن لا غالب، راك تعرف المشاكل على بالي. في الدفاع ديالي رايح نركز على الشك، في القانون الشك دائما يكون في فايدة المتهم. كان حتى شاهد شاف القتل تاع الغارد فورستي. بإذن الله ننجح إن شاء الله.